ينضم إلينا شبكة مراسلي ون نيوز مهدي غريب من بغداد، سعد الحاج من الأنبار، وأيضا أثير العبادي من البصرة. أبدأ من العاصمة بغداد بطبيعة الحال معك مهدي. إذن 132 ألف صوت لتقدم، اكتساح ربما لمقاعد مجلس محافظة بغداد اليوم، أليس كذلك مهدي؟ نعم نوار، يعني بحدود 275 مقعدا يتنافس عليها أكثر من 4000 مرشح. في بغداد 49 مقعدا يتنافس عليها بحدود أكثر من 1000 مرشح. يحرز تحالف تقدم الوطني 132719 صوت، ومن ثم التسلسل الثاني أو المرتبة الثانية تحالف نبني أكثر من 130 صوتا. التسلسل الثالث للعاصمة بغداد دولة القانون بحدود أيضا 130 صوتا، عفوا تحالف نبني 131 صوتا. السيادة ما يقرب من 7481 صوتا، وبعدها الخامس في المرتبة الخامسة تحالف قوى الدولة بحدود تقريبا 6000 صوتا، يعني عفوا 69111 صوتا، ومن ثم عزم بحدود 59 صوتا، وبعدها الحسم الوطني، ومن ثم ائتلاف اساس العراق. هذه القائمة الأولية من المفوضية. المرتبة الأولى تحالف تقدم بحدود 132 ألف صوت، وبعدها تحالف نبني، ومن ثم دولة القانون. هذه القائمة تتصدر في العاصمة بغداد هذه الأسماء، وحتى في تحالف الأنبار وفي في محافظة الأنبار أيضا تحالف تقدم يتصدر القائمة الأولى، في محافظة ديالى يتصدر القائمة الثانية، في محافظة صلاح الدين المرتبة الخامسة. عدد الأصوات التي يكتسحها تحالف تقدم الوطني بحدود أو ما يقرب من 300 ألف صوت في عموم المحافظات العراقية، هذه التسلسلة. ولكن يا نوار، في عموم المحافظات أن تحالف ائتلاف إدارة ائتلاف دولة القانون وأيضا تحالف نبني وتحالف القوى المدنية في المحافظات الجنوبية والقرات الأوسط يعني يكتسحها. في محافظة البصرة تحالف تصميم، أما في بغداد وفي المحافظات الغربية أو الشمالية هي أكثر الأصوات لتحالف تقدم الوطني. هذه الأسماء وهذه النتائج هي أولية قابلة للطعن وقابلة أيضا للاعتراض من قبل المرشحين الذين يعترضون. وصلت إلى المفوضية ما يقرب من 60 يعني اعتراضا أو طعنا بخصوص يعني الشكاوى التي قدمت إلى المفوضية حسب كلام المفوضية وحسب كلام الفريق الإعلامي الذي نقل الصورة إلينا. بحدود ما يقرب من 69 شكوى وصلت إلى المفوضية بخصوص نتائج الانتخابات. جيد، طيب مهدي، هل أتت بالفعل اليوم هذه النتائج، اكتساح تقدم في العاصمة بغداد وخصوصية هذا الموضوع اليوم كما تعلم مهدي، هل جاءت هذه النتائج اليوم صادمة للبعض ربما في بغداد نتحدث؟ كل تأكيد، يعني عند إقالة السيد محمد الحلبوسي من منصبه كرئيس للبرلمان العراقي وكئيس للبرلمانات العربية هي صدمة كبيرة، حتى باعتبار التخمينات التي ظهرت يوم أمس بين تحالف تقدم الوطني هو في المرتبة الثانية ودولة القانون في المرتبة الأولى، دولة القانون 12 مقعد ومن ثم تحالف تقدم الوطني 10 مقاعد. هذه كانت صادمة أيضا بهذه النتائج، بين تحالف تقدم الوطني يحصد على المرتبة الأولى بأكثر من 132 ألف صوت، فبالتالي هذا رقما قياسيا، يعني 49 مقعد في العاصمة بغداد ربما قد يصل أو يأخذ تحالف تقدم الوطني ما بين 13 صوتا إلى 13 مقعدا إلى 15 مقعدا في العاصمة بغداد فقط حسب التخمينات الأولية والبدائية. نعم، إلى الغرب من بغداد وتحديدا إلى محافظة الأنبار، هذه المحافظة ربما التي تحمل اليوم خصوصية معينة، والزميل سعد الحاج، تحية لك سعد. بداية أيضا اكتساح لتقدم في محافظة الأنبار اليوم، كيف تبدو ردة فعل أولا جماهير حزب تقدم وثانيا الأنباريين في هذه الساعات؟ أولا مساء الخير، يعني قبل قليل كان هناك يعني مرور مسيرات من محبيهم. نعم سعد تسمعني؟ سعد تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. نعم عدت سعد، سعد تسمعني الآن؟
يبدو أن سعد لا يسمعني. سأعود إليك سعد مجددا ريثما يجهز الاتصال بك. أثير العبادي من البصرة أنتقل إليك، تحية لك زميل أثير. إذا غطينا يوم أمس هذه الانتخابات، أعلنت النتائج اليوم بفوز يعني أو تصدر ربما قائمة أو تحالف تصميم عدد مقاعد مجالس المحافظة محافظة البصرة. كانت متوقعة أثير هذه النتيجة في المحافظة؟ نعم، تحية لك زميلي نوار. بالتأكيد كان هنالك مجسات تقول بأن يعني هذه النتيجة هي نتيجة متوقعة جدا في محافظة البصرة، باعتبار أن هنالك مؤيدين كثر في المحافظة لهذا التحالف. أيضا نحن كصحفيين نعمل في الميدان، كنا نطلع دائما على آراء المواطنين، وكنا نشعر بأن هذا التحالف سيحقق نصرا كبيرا، وبالتأكيد حصل ما كنا نتوقعه أيضا، وحصل طبعا تحالف تصميم على تقريبا نصف أو ضعف عفوا ما حصل عليه بقية الأحزاب مجتمعة، إذ أن التوقعات تشير إلى أن تحالف تصميم سيحقق من 13 إلى 14 مقعدا في مجلس محافظة البصرة، وهي بالعموم خصص للمحافظة 23 مقعدا، منها واحد للمكونات والبقية طبعا توزع لبقية التحالفات الأخرى التي لن تنجح بالوصول إلى نصف ما وصل إليه تحالف التصميم، وبالتالي قد يكون المحافظ من هذا التحالف، وأيضا حتى رئيس مجلس المحافظة قد يكون من تحالف تصميم إذا ما كان هنالك تكتل جديد داخل مجلس المحافظة في اختيار المحافظ وأيضا رئيس مجلس محافظة البصرة. أنا الآن حقيقة شاهدت بعض التجمعات وأيضا الألعاب النارية والاحتفالات في مناطق معينة من محافظة البصرة لحلفاء أو مؤيدي تحالف تصميم بالفوز الذي حققه يوم أمس بحظه يعني أصوات حقيقة تصل إلى أكثر من يعني كما أشار محافظ البصرة إلى تقريبا 267 ألف صوت، وهذا حقيقة رقم كبير قياسا بما حققته الكتل الأخرى. طيب أثير، يعني أسأل اليوم هل هناك ربما رضا من قبل القوى الأخرى في المحافظة؟ نتحدث اليوم تحالف الأساس، قوى الدولة، دولة القانون، ونبني أيضا عن هذه النتائج. يعني لحد الآن حقيقة لم تتلقى المفوضية أي شكوى أو اعتراض أو شبهات على عملية الاقتراع، وهذا يدلل على أن النتائج حقيقية لحد هذه اللحظة. لا توجد حقيقة هنالك أي تصريحات أو بيانات رسمية قد صدرت من هذه الكيانات وهذه الأحزاب قد تعارض أو تشير إلى أن العملية فيها نوع مثلا من التزوير أو يعني التلاعب. لحد هذه اللحظة لم يحصل هذا، وهذا يدلل على أن الجميع قد رضي بالنتائج وليس هنالك يعني أي اعتراض من قبل أي جهة كان. نعم. طيب الآن أعود إلى سعد الحاج من محافظة الأنبار. كنا نتحدث سعد وإياك قبل انقطاع الاتصال بأنه اليوم الأنبار بالفعل لها خصوصية بهذا الاكتساح، اكتساح حزب تقدم لنتائج هذه الانتخابات. تفضل، كيف تبدو الأجواء الآن وإلى ماذا تشير هذه النتائج بالفعل اليوم في المحافظة؟ نعم، يعني يعني النتائج النهائيه لم تختلف كثيرا على ما تم، يعني الشرائط التي جمعت او النتائج التي كانت متوقعه يوم امس. طبعا من يوم امس كانت النتائج تشير الى اكتساح حزب تقدم لمقاعد او الناخبين، اصوات الناخبين في محافظه الانبار. اليوم النتائج النهائيه كانت يعني مقاربه بشكل كبير لما تم إعلانه يوم أمس من قبل التقدم وكذلك من قبل مفوضية الانتخابات بشكل غير رسمي. طبعاً 154 ألف صوت يكون يعني بنسبة 75 ألف صوت إلى أقرب منافسيه وهو الأنبار هويتنا. هذا الاكتساح يؤكد على أن حزب تقدم هو الأقوى في محافظة الأنبار، وهناك قاعدة جماهيرية كبيرة لهذا الحزب في محافظة الأنبار لما له من تأييد للخدمات ويعني حملات البناء والإعمار. كان تأكيد اكتساح الأصوات في محافظة الأنبار النتائج النهائية التي لحظة
يعني تؤكد ان اغلب المقاعد من 6 الى 8 مقاعد تكون الى حزب التقدم، بعدها ياتي الانبار هويتنا وقمم. نعم سعد، كيف تبدو الان مشاعر بالفعل الانباريين بعد هذا الاكتساح لتقدم بالفعل لمقاعد مجلس محافظه الانبار اليوم؟ كانت هناك استعدادات من يعني الساعه السادسه بانتظار الساعه السابعه الاعلان النتائج النهائيه. هذا الشارع منطقه الكورنيش قبل قليل شهد يعني مسيرات، لحد الان هناك تجمعات في عدد من المناطق لاحتفال مركزي لمؤيدي ومحبي حزب التقدم في محافظه الانبار. يعني كما هو الحال في الانتخابات السابقه تكون هناك احتفالات بعدد من مناطق الاخضر والنواحي التي تشهد الان احتفالات كبيره، وكذلك مقرات حزب التقدم في محافظه الانبار هناك احتفالات تحضير لاحتفال مركزي للفوز واكتساح الاصوات في مجلس المحافظه المنتخب ان شاء الله. نعم، شبكة مراسلين مهدي غريب من بغداد، سعد الحاج من الأنبار، وأثير العبادي من البصرة، أشكركم بطبيعة الحال على كل هذه المعلومات.